إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. كتير إحنا ما زلنا في سلسلة إيه لما أسئلة المرضى، يعني لما المريض نسأله على أعراض معينة ويبتدي هو يتلخبط فيها أو يلخبط الدكتور. لما يجي حد عنده انزلاق غضروفي في الفقرات القطنية أو عنده ألم في الفقرات القطنية، بيسمع في رجليه بألم أو تنميل أو حرقان، فيبتدي هو يقول لك ايه للدكتور، اقول له ها هل رجليك بتنمل؟ يقول لك اه ظهري ورجليا بتنمل وكتفي بينمل ودراعي بينمل و و و و كل الحاجات دي. لازم تبقى عارف ان الغضروف القطني اللي بيعمل تنميل في رجلك او بيعمل الم في رجلك او حرقان او ايا كان، مستحيل هيأثر على دراعك، تمام؟ ملوش اي علاقه باللي فوق، الغضروف اللي تحت ملوش علاقه بالغضروف اللي فوق. لو في عندك غضروف في الفقرات العنقيه بيسمع في دراعك بكهرباء او بتنميل او بحرقان، ما تقولش وكمان ظهري بيوجعني ورجليا بتنمل، يبقى ده محتاج رنين مغناطيسي اخر. لكن لا الغضروف اللي في الفقرات العنقيه الالم بتاعه ينزل لغايه تحت، ولا الغضروف بتاع الفقرات القطنيه الالم بتاعه يطلع لفوق. فلازم ننوه حاجه زي كده، لان الاجابه بتكون مضلله للدكتور، بتعمل لخبطة للدكتور، واحنا مش عايزين الإجابات، عايزين الإجابات تبقى واضحة وصريحة، والإجابة في على نفس السؤال مش على سؤال آخر. رجليك بتنمل، ما تقولش إيديا بتنمل، لما نقول ظهرك ما تقولش طلع لفوق. طبعا احنا واجبنا كأطباء ان احنا نوضح ده للمرضى بحيث ان هم ما يتلخبطوش وما يغلطوش في حاجات زي كده. اتمنى ان تكون الرسالة واضحة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.